السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. تفسيرنا النهاردة هيكون عن رؤيا الكبريت في المنام. رؤيا الكبريت في المنام إذا تم إشعال عيدانه فهذا يدل على تحقيق الرغبات والأحلام التي يسعى لها الحلم. أخذ الكبريت في الحلم يدل على الرزق الكثير والخير الذي لا حصر له. إشعال النور بالكبريت في الحلم يدل على المنفعة التي يكون فيها الحلم. حلم نار عود الكبريت في المنام يكون دليل على الصعوبات والمصائب. إذا رأى الحالم في المنام أنه يقوم بإشعال عيدان الكبريت يدل على سماع مجموعة من الأخبار الجيدة. إذا رأى الحالم رائحة كريهة تخرج من عود الكبريت يدل على المال الحرام الذي يأكل منه الرائي. أما الكبريت المشتعل يكون مؤشر للحظ الجيد الذي يحصل عليه. رؤية الخروج إلى مكان مظلم واستخدام الكبريت لإشعال النار حتى يضيء المكان فهذا يدل على سماع الأخبار السعيدة. فالكبريت في المنام يكون مؤشر للأحداث الإيجابية التي يمر بها الحالم. رؤية أعواد الكبريت في المنام إذا كانت من الفضة يدل على المال الحرام الذي يحصل عليه الحالم. تفسير رؤية الكبريت للعزباء. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تحضر الطعام على ضوء الكبريت فهذا يشير إلى ارتباطها بشخص كريم وميسور الحال. أما إذا رأت الفتاة أنها تجلس في مكان مظلم وأشعلت الكبريت للإضاءة فهذا يشير إلى التخلص من الهموم والمشاكل والحصول على الأخبار السعيدة. إشعال عيدان الكبريت للطهي يكون بشرى بالمناسبات السارة وخطبة هذه الفتاة في القريب العاجل. الكبريت بشكل عام في منام الفتاة العزباء يكون بشرى بالتغيرات الإيجابية التي تحدث في حياتها. أخذ الفتاة الكبريت في الحلم من أحد الأشخاص يكون مؤشرا للطموحات التي تصل لها بعد شيئا من الاجتهاد. تفسير رؤيا الكبريت للمطلقة في المنام. إذا رأت المرأة المطلقة أنها تشعل أثقاب الكبريت في المنام فهذا يدل على الاستقرار في الحياة والتغيرات الإيجابية التي تكون فيها. إذا رأت أشخاص يشعلون الكبريت فهذا يشير إلى الفتن التي تنتشر. الكبريت بشكل عام في حلم المطلقة دليل على رغبتها في الزواج والمرور بحالة من الرومانسية والاستقرار العاطفي. تفسير رؤية الكبريت في منام الرجل. رؤية الكبريت في منام الرجل المريض يكون دليل على الشفاء العاجل. رؤية الشاب الأعزب في المنام علبة كبريت يكون دليل على زواجه من فتاة تتمتع بالأخلاق الحميدة. أما رؤية إشعال علبة الكبريت يكون دليل على المنفعة التي يحصل عليها الرجل. رؤية أخذ علبة الكبريت من شخص ميت دليل على الحياة السعيدة التي يعيش فيها الرائي. حلم اشتعال عود الثقاب يكون دليل على الخير الذي يعم على الرائي. أما رؤية هذا الحلم للشخص العاصي المليء بالذنوب يكون دليل على الهداية والتوبة النصوحة والتقرب من الله عز وجل. إطفاء عود الثقاب في المنام يكون دليل على انتهاء الفتنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تفسير رؤيا الكبريت للحامل في المنام. المرأة الحامل إذا رأت في المنام عود الكبريت فهو من الرؤى المحمودة التي تشير إلى الرزق بمولود ذكر. وعندما ترى المرأة الحامل إشعال الكبريت في المنام فهذا يشير إلى التخلص من تعب الولادة وانتهاء المشاكل التي تعاني منها. أما رؤية الكبريت المشتعل في حلم الحامل يكون دليل على الولادة السهلة الخالية من أي مشاكل. تفسير رؤية الكبريت للمتزوجة في المنام. يدل حلم أخذ المرأة المتزوجة الكبريت من بعض الأشخاص يكون دليل على تحقيق الأهداف. والكبريت في حلم المتزوجة دليل على الاستقرار في الحياة الزوجية. أما رؤية إمساك الكبريت في منام المتزوجة دليل على الهدوء الذي تعيش فيه. رؤية المتزوجة أنها تحاول إشعال عيدان الكبريت يشير إلى حدوث الكثير من التغيرات الإيجابية في حياتها. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.